ومن هذا المنطلق فإنني أريد التذكير والتأكيد على المضامين الموجهة لفضيلة شيخ الأزهر في رسالتي صاحب السمو الملكي الأمير غازي بن محمد رئيس مجلس أمناء الصندوق الهاشمي لإعمار المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة، وكلتا الرسالتين 2015 و2017 حملتا تأييداً وتوقيعاً خطياً من قبل جميع أصحاب الشأن الفلسطينيين والأردنيين في رعاية شؤون المسجد الأقصى المبارك، والذين يؤكدون على أن الخطوة العملية المتاحة أمام الأزهر الشريف لخدمة المسجد الأقصى هي أن يصدر الأزهر فتوى توضح استحباب زيارة المسجد الأقصى لكل مسلم مقتدر ومسموح له القيام بشد الرحال للأقصى المبارك.